علاش تلقيتو؟ واش نقول لك؟ شي واحد مات؟ لا انا حضرت الوالدية حيين، ولكني تا مات با الله يرحمه، خرجت وشفت با ميت، بقات عندي امي امرأة مسنة كبيرة كتضرب التمارة كتخدم با شوية مسكين ما عندوش المال، ولكني فقير وكيحسن باللي ما عندوش. انت نقربك لذاك السجن؟ مرافقة اصدقاء السوء وبنادم من انعدام الضمير، فهمتيني، وقلة الامكانيات، هذا هو السبب الرئيسي كيخلي الانسان. كلك قضيتي بحياتك وانت في السجن وبقى فيك، قلتي من خرجتي قلتي واو كون عاقل، ما ساهلاش باش 7 سنين وانت مدوز في السجن 7 سنين، راه ما ساهلاش لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ولكن مزيان تستافد من المدرسة، راه السجن راه مدرسة. مدرسة. ومدرسة ما تدمرش حياتك، ما تبقاش انت تنشوفك مغلغل اخويا العزيز. لا ما تغلغلش، حاول تعمر راسك في حاجة اللي تفيدك وتفيد المجتمع. واخويا راه بغينا نفيد، بغينا بشي حاجة اللي غتفيدنا ونفيد المجتمع، تنقراو قصص. ياك غتحاول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، هذا الشاب هذا ولد عائلة محافظة، ولد عائلة ميسورة، كتب عليه ربي 7 سنين ديال السجن، دوزها سابقا ما بقاش يرضى يقول السجن. علاش؟ حيت ورقة بيضاء، حيت صاحبي قال لك انا ما تليش بغيت نرجع للسجن، ولكن لقى راسو في الشارع، ما عقلت عليه لا عائلة لا تحمص. خويا شنو واقع عليك؟ خويا شوفك اخويا العزيز، خويا الناس كيشوفوا فيك بعين المجردة، يعني المجتمع ما تيرحمش، فهمتيني، كما تيقولوا فقد شيء لا يعطي، المجتمع لا يرحم، وغير يرحمك الله، اما المجتمع ما يرحمكش. واش ندمتي اخويا؟ وندمنا ولكن لا ينفع الندم. شكون اللي كان تيزربك لذاك السجن؟ مرافقة اصدقاء السوء وبنادم من انعدام الضمير، فهمتيني، وقلة الامكانيات، هذا هو السبب الرئيسي كيخلي الانسان. شكون اللي فقدتي بحياتك وانت في السجن وبقى فيك، قلتي من خرجتي قلتي واو كون عاخر شو لقيتو؟ واش نقول لك؟ شي واحد مات؟ لا انا حضرت الوالدية حيين، ولكني تا مات با الله يرحمه، خرجت وشفت با ميت، بقات عندي امي امرأة مسنة كبيرة كتضرب التمارة كتخدم با شوية مسكين ما عندوش المال، ولكني فقير وكيحسن باللي ما عندوش. انت نقيقي ما تديرش الادمان، ما تديرش. لا ما نكذبش عليك، انا مبري، انا عز عليا الشراب، الله يسمح لي على هاد الكلمه، انا تنشرب حيت هاد البلاد ماشي كنعربط، ما كنشرب حيت هاد البلاد، لما شربت نقدر يوقع لي شي حاجه في دماغي، حيت صعيب باش الطريق معاهم في هاد البلاد، صعيبه حيت الدار البيضاء. من راسك الدار البيضاء الدار البيضاء. شنو سميتك؟ خويا سميتي عبد اللطيف. عبد اللطيف؟ لا ما نقولوش هاد البلاد عبد اللطيف ونزيدو ندمرو راسنا بالخمر. لا انت دري زويون تقدر تصلح نفسك، انت دابا راك غادي في طريق خاطئه. راه متفق معاك، الخمر غادي يدمرك. متفق معاك، ولكن انت تخسر في الخمر. لا غير قول، انت تحطي قلبك للناس، تحطي قلبك الناس راه غيدعيو معاك. شحال كنشربو؟ كاع اللي كنشرب غير شي حاجه نقيه، ما كنشربش داك الشراب اللي موسخ، كنشرب هذيك بحال لا بير، بحال ديك سميتها كيقول لها امستيل ديال هولندا، هذاك الشراب الخفيف، ما تنشربش انا داك لانكول وداك. ولكن علاش ما تجمعش فلوسك؟ هذاك الشيء تيدمر لك الفلوس. والفلوس راه ماشي تسمع فلوس تسحبك 100 درهم ولا 10000 ولا 1000 درهم، الفلوس راه هي من مليون الفوق وانت طالع، وراه من مليون الفوق. انا راكو كانت عندي دابا حاليا دابا واحد 4 مليون ولا 5، كره نمشي نخدمها في ايطاليا، نمشي نخدمها في الفلاحه ولا نغسل المواعن ولا نغسل. كي غادي تمشي للطاليه؟ و ما كرهناش. كي غادي دير؟ تمشي ترمي راسك في البحر؟ و راه ما لا جابتها الوقت راه نديرها. علاش اخويا؟ لا جابتها الوقت راه نديرها، حيت ما تيبان لي والو، ولات تتبان لي الدنيا ظلمه. الله يجعل السلامه. ومنين غتمشي للطاليه شنو غادي دير؟ قول لي. نمشي شنو غادي دير؟ نمشي نخدم في الفلاحه ولا ما كاينش. شحال الفلاحه عندنا هنا؟ وما تسيدي بالنور خميس نمره والله العظيم. انا بغيت غنوعيك اخويا. شحال؟ تخدم اخويا طلع لاكادير تخدم 100 درهم فين مطيشه فاش هو راه انت دابا عرفتي هو راه والله 100 درهم ما قالوش لك؟ ما قالوش لي اكادير. اكادير قالت لك تمشي لواحد اللوزين ديال مطيشه ياه تخدم ب 100 درهم ياه. وعلاش اخويا نفكروا حنا بالهجره ونفكروا ياك؟ علاش ما نخدموش في المغرب ديالنا وتمشي لواحد البلاد اللي انت ما معروفش فيها وعلم الله اش غيديروا لك؟ مازال انت راك ولد هذا الوطن، ولدنا
ولدنا ما عندش الحق شي حاجه يدير لك شي حاجه، راك محمي في بلادك. واش كاين اخويا؟ لا معقوله، متفق انا دويت معاك اخويا، راه ماشي بغيت الله يرحم ليك الوالد. غتمشي لهالطالي انا اش غادي يعطيك هالطالي؟ حنا قلنا زعما نمشيو تناخذوا ديك الفكره، نمشيو زعما نديروا الفلوس ونديروا المستقبل ونولوا بخير. وهذه فكره خاطئه. تشوف الطوموبيل فيها الماتريكي الطاليان، غنمشي غنجيب الطوموبيل. لا ديك فكره انا زعما كله الراي كله التفكير ديالو. انا كنقول زعما حتى دوك الناس تيبان لي واحد العقليه سبحان الله العظيم، ديسيبلين وما فيهم السم والحقد بحالك ديالنا. شكون اللي تيسمك هذا؟ وديالنا راه هادو اللي عايش معاهم في المحيط، اللي عايش معانا في المدينه. مدينه قديمه ماشي وحدين الله يسمح لي. بعد عليهم. وفيكتيم وما داير لهم والو، غادي لابسه الصنداره واخدها ب 100 درهم، غادي الصندار غادي عادي في الطريق دايرين فيك ما يطيروك بعينهم، انت ما داير لهم والو. وانت كتخدم انت بعينك. اللي ما فين باع دفاع، بعد عليهم. سي دوماج، يعني تناقشي تناقشي ناقشي معانا. ماشي مشكل، اللي ما فين باع دفاع. يعني بعد من المشاكل، انت اصلا بعد من المشاكل. جونتي عقليه زوينه ولاني كنتمنى. علاش ما تحاولش تجوج؟ علاش ما تحاولش تجوج؟ علاش ما تحاولش تجوج؟ ورا في عمري 43 سنه. ولي هذه اللي غتجوجك راه خصك تجوج انت وياها على على طاعه الله ورسوله، على سنه الله ورسوله، وتصبر معاك وتصبر معاه ولا سهل الله وبارك الله في الحلال راه مزيانه. حيت علاش؟ حيت ومن يستطع منكم الباءة فليتزوج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني الانسان الزواج ماشي عيب، الزواج تكمل دينك في الشريعة الإسلامية، الزواج كتكمل دينك في الشريعة الإسلامية. كمل دينك حتى أنت، علاش أنا غنفكر نمشي للغربة وندمر راسي وندمر حياتي؟ واش غادي نسكت؟ خويا الله يجازيك بخير، المشكل اللي عندي أنا هو المشكل المادي، تنقولها ونعاود نقولها ونقولها ل 40 مليون نسمة كتسمع فيها. يعني محتاج المساعدة. يعني أنا ما كاينش اللي غيشوف فيك، الله هو اللي غيشوف فيك، كلشي تيضرب على جيبه، كلشي تيضرب على عرامه، كلشي تيضرب على خبزته طيب ليه. وعلاش عائلتك سالينا؟ عائلة كل عائلة تراسهم، ما كاينش اللي عقل عليك، كلهم تيشوفوا في ريوسهم، كلهم تيشوفوا في ريوسهم. ما كاينش اللي غيشوف فيك، أنا غيشوف فيا الله. عندك خوتك؟ عندي خوتي بحال ما كاينينش، واحد في فرنسا، واحد في فرنسا حارق، ها هو الله يسهل عليه غايب حجته، ما حنا ما عرفنا مسكين كيعاين الظروف تما. المهم في لافرونس مو مرا كبيرة ما عرفنا شكون السابق، وواحد راه خدام في الطوموبيلات الله يعاونه الله يسهل عليه، تيخدم حتى هو كيضرب تماره، والحياه صعيبه ما سهلاش، ووحده صغيره متزوجه، ولاني انا اللي قال لك ضروري قال لك كل درس. لا الكرش تتولد، الكرش كتولد الصباغ والدباغ، يعني الكرش ما كتعطيكش كل تمره زوينه، كاينه التمره الخبيته وكاينه التمره المره وكاينه داك الشيء على حساب سا ديبون. المهم لي سونسييل هو ضروري الزريعه كتكون شي زريعه ناقصه من هذيك من الافراد ديال لا فامي اونسومبل توت لا فامي، تتكون واحد الزريعه من هذوك من هذوك الزراع كامل، كتكون شي وحده ناقصه خارجه التغطيه. على بغيت تقول بلي انت ناقص شويه ناقص، حيت ما كاينش الماده، حيت هادو تابعين للماده. عندك الماده الخير اخويا هذا ما كان. الله يحفظك. مشاهدي الموقع معكم، كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، تنتمناو هذا الشاب هذا يعني ربي يسهل عليه، ويعني يعني باش غادي يدوز واحد المده ديال 6-7 سنين راه بزاف عليه، تنتمناو له الهدايه ان شاء الله، وربي غادي راه هادي الله، وان شاء الله ربي يرزقه من غير ما يحتسب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.